يقول السائل: ما حكم حجز أماكن للصلاة في المسجد الحرام من طرف بعض الإخوة لصلاة التراويح؟ إذا كان الإنسان موجوداً في المسجد وعرضت له حاجة، راح يشرب ولا راح يتوضأ ويبي يرجع، لا مانع أنه يجعل في مكانه شيء يحفظه له، لا مانع من هذا. أما إذا كان يحفظ المكان ويحمي المكان ويروح ينام في بيته أو يروح لأعماله، هذا لا يجوز، لأنه يمنع السابقين إلى هذا المكان. نعم.